مساء الخير على كل متابعي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي الليله. النهارده طبعا هيكون معانا فقرتين مهمين جدا، وهنكون على مدار الحلقه معاكم انا وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين. ضيف الفقره الاولى هيكون كابتن سعيد عبد العزيز نجم النادي الاهلي السابق، وضيف الفقره الثانيه هيكون كابتن عمرو الحديدي ايضا نجم الاهلي السابق. طبعا في حاله حزن احنا عايشينها بقالنا اسبوع في الحقيقه، مش بس من مباراه اليوم بعد الخروج من بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا خسرنا المباراه يوم السبت الماضي مش النهارده، خرجنا من البطوله من يوم السبت الماضي مش من النهارده. طبعا المباراه الاولى هي السبب الاساسي في خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الهزيمه الثقيله بنتيجه 5-0. طبعا كان في محاولات وكان في امل، حتى لو امل ضعيف جدا، ان يشتغل عليه اللاعبين، وكان في اشياء تحفيزيه كتيره جدا حاول يخلقها الجهاز الفني بالنسبه للاعبين خلال الاسبوع ده، لكن ما حصلش نصيب. والحمد لله على كده، الحمد لله في السراء والضراء، واكيد ان شاء الله النادي الاهلي هيركز على كل التحديات اللي لسه ما خلصتش بالنسبه له خلال الفتره الهامه المقبله. عندك بطوله الدوري العام واللي انت متصدرها في هذه الأيام، وعندك كمان بطولة كأس مصر. لازم تحارب على البطولتين، لازم تجيب البطولتين بأي طريقة من الطرق. خلاص انت خسرت البطولة الأساسية، خلينا متفقين ان الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته كانت بطولة دوري أبطال أفريقيا. للأسف أخفقنا، أو النادي الأهلي أخفق في الفوز بهذه البطولة. لكن البطل دايما بيفكر فيما هو قادم، بيفكر في التحدي اللي جاي بالنسبه له. لازم تقوم من كبوتك باسرع شكل ممكن. النهارده عملت مباراه يمكن جيده نسبيا، نوعا ما كان في بعض الحماس في الملعب بعد الشراسه، اللي كانت موجوده من لاعبي النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه، لكن ما كانش فيه توفيق في بعض الكرات. كرة أزارو اللي كان بعد 15 ثانية لو كانت جت كان الدنيا فتحت وكنا هنصعد، يعني لو كانت الكرة دي جت، لكن ما حصلش نصيب. ده بخلاف بكاري جسامة في الحقيقة، الحكم الجنبي السيء جدا جدا، والراجل ده ليه مواقف عديدة مع النادي الأهلي وأبرزهم وأهمهم 2017 السنة اللي قبل اللي فاتت ونهائي البطولة أمام الوداد هناك في كازابلانكا. وطبعا كلنا فاكرين علامة عماد متعب الشهيرة لما عمل له كده بعد المباراة، زيرو زيرو، هو زيرو فعلا خالص، يعني حكم سيء جدا جدا. ومش عارف تعنت الاتحاد الافريقي تجاه النادي الاهلي ده اسبابه ايه، ونفسنا نعرف ايه هي الاسباب. ان انت بتجيب حكم اصلا في علامات استفهام عليه كتير قوي، وياما النادي الاهلي عانى من التحكيم. طبعا مش ده يعني مش ده السبب في خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا، مش شماعه خالص، لا. اللي خرج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي نفسه، هم اللعيبه، هو الجهاز الفني، بسبب المباراه الاولى والاداء السيء والنتيجه اللي مش مصدقينها لحد دلوقتي يعني. لكن برضو حكم اللقاء النهارده بالتحديد بكاري جسامه باكتر من كوره كان سيء فيها جدا، او طول المباراه كمان، وبالتحديد لما يكون الحكم طريقته سلبيه في المباراه ومتوتر وعصبي مع اللاعبين بشكل ملحوظ، وبعدين كل كوره ده بيتلكك عشان يدي لعيبه الاهلي انذارات. 6 انذارات لفريق النادي الاهلي النهارده مقابل ولا انذار لفريق سان داونز اللي ضيع وقت كبير جدا جدا على مدار الشوطين. الشوط الاول وقت كتير جدا ضاع والراجل حسب دقيقتين بس وقت بدل ضايع. الشوط الثاني وقت كتير جدا ضاع، حسب 4 دقائق وقت بدل ضايع. غير حارس مرمى فريق سان داونز اللي كان بيقع كتير وما كانش بيديله اي انذارات ولا كان بيحذره حتى. ده بيروح كده يطمن عليه، ايه يا حبيبي كويس مالك؟ قادر تلعب ولا مش قادر؟ اي كلمتين كده وخلاص، ويضيع بيهم وقت والدنيا تمشي. وحاجه بصراحه كانت سيئه جدا جدا، الواحد حزين حزين جدا بسبب مستوى التحكيم الافريقي بشكل عام. امتى الاتحاد الافريقي هيتخلص من هذه الازمه الحقيقيه في البطولات الافريقيه كلها؟ الامم الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، دايما مستوى التحكيم الافريقي سيء جدا وسمعته وحشه وواضحه بالنسبه للعالم كله. أسوأ مستوى تحكيم هتلاقيه في قاره افريقيا. في اسيا ما نسمعش المشاكل دي، او ما نسمعش المستويات، او ما نشوفش المستويات السيئه دي. في اوروبا، في امريكا، الكلام ده مش موجود خالص، او حتى لو موجود بنسب قليله، لكن مش معقول ده كل سنه كده، كل سنه بيحصل الكلام ده وبيخرج النادي الاهلي بيكون من ضمن الاسباب لخروج النادي الاهلي. لازم نبقى منطقيين وواضحين، طبعا التحكيم. فبالتالي نقطه لازم مجلس اداره النادي الاهلي
يشوف حل في الموضوع ده في الحقيقه، وانا واثق ان هم مش هيسيبوا حق النادي الاهلي مش عشان مباراه النهارده بس، لا عشان تعنت الاتحاد الافريقي بشكل كامل. اللي عارف ان في كلام كتير على بكاري جسامه كحكم بالنسبه للنادي الاهلي، وبرده جابه في مباراه الاياب كان في اتجاه النادي الاهلي ما يكملش في البطوله ايا كان. هو كان معروف من قبل المباراه الاولى اللي احنا خسرنا فيها هناك في جنوب افريقيا ان حكم مباراه العوده هو بكاري جسامه، لكن ما اعرفش السبب ايه. نتمنى ان الموضوع ده بالتحديد يتم النظر فيه من قبل الاتحاد الافريقي، واللي احنا اكيد بنحترمه وبنقدره بكل تاكيد، لكن في الحقيقه هم مش عارف واخدين اتجاه تقريبا ضد النادي الاهلي، واضح يعني من خلال طريقتهم يعني ومن خلال الحكام اللي بيعينوهم لمباراه النادي الاهلي بالتحديد. لكن خلينا احنا في فرقتنا، خلينا في الاخطاء بتاعتنا لازم يتم تصحيحها بشكل فوري وسريع. لازم نشوف ايه اخطائنا، لازم نشوف ايه العلاج لهذه الاخطاء، سواء اخطاء اداريه، سواء اخطاء فنيه من الجهاز الفني، او حتى اخطاء لاعبين. مهم جدا ان انت تصحح هذه الاخطاء خلال الفتره الجايه، مهم جدا جدا ان انت خلاص تقفل الصفحه دي تماما، وده اللي احنا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي، وتركز فيما هو قادم، وبالتحديد بطوله الدوري العام اللي انت رجعت لها من بعيد وتصدرت البطوله بعد ما كنت بعيد خالص. وفي الحقيقه انت كنت بعيد بسبب المباريات العديده المؤجله، بالاضافه لبعض الهزائم اللي انت تعرضت ليها يعني. لكن ركز في بطوله الدوري، حاول تحسمها بشكل كبير جدا. عندك مباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم امام فريق بيراميدز، فريق قوي جدا طبعا، وعارفين ان هو عنده لاعبين مميزين جدا، وفاز على الاتحاد السكندري في المباراه الاخيره بنتيجه 3-2 في الاوقات الاخيره من المباراه. مهم جدا ان انت تتخطى هذه العقبه الصعبه امام فريق بيراميدز يوم الخميس القادم، في نفس الوقت تصحح اخطائك بشكل سريع، وده الاهم في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. في حزن من خروج طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا، طبيعي لازم يكون في حزن كبير، وهو الهدف كان الاساسي بالنسبه لك، وبقالنا كتير في الحقيقه بقى ما بنحققش البطوله دي، يعني مش عارف هنحققها امتى، لكن اكيد هيبقى في شغل كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد هيكون في شغل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين. وفي الحقيقه النهارده في اكثر من لقطه رائعه جدا 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 بالتحديد بعد المباراه. خلال المباراه لاعيبه النادي الاهلي ادوا ما عليهم وحاولوا بكل الطرق وبكل روح في الملعب، ومن خلال كمان حرصهم الشديد على تصحيح الشكل ورد الاعتبار، وده كان هدف من الاهداف الاساسيه يعني بالنسبه للفريق، بغض النظر كمان عن النتيجه اللي كنا اكيد بنحاول او كان الفريق بيحاول ان هو يعود في المباراه من خلال عدد وافر من الاهداف، لكن كانت معروفه ان الامور صعبه، لكن لعب النادي الاهلي على الامل الضعيف ده. فبالتالي اكيد بنشكر اللاعبين على مباراه النهارده بس، اكيد مش بنشكرهم خالص على المباراه الاولى يعني. جمهور النادي